وبأول فقراتنا رح نروح لمجال التنمية البشرية. كثير مننا بمر بحياته بمواقف وظروف، ودائما بنحتاج لحدا بحياتنا، وبنحتاج لتقنيات لحتى نقدر نصقل شخصيتنا ونروح لموضوع الاسترخاء. اليوم رح نحكي اليوم عن مسارات الوعي. مجربتيها نرمين او هيك عاملي بحث عنها؟ لا، انا اول مره بسمع فيها. مثل المشاهدين رح نكون نتعرف عليها، بس يعني هي القصص اللي عم تكون بتوقع لها علاقه بيكون شيء بخفيف الضغط او التوتر. يمكن مو يمكن، اكيد. اليوم رح نحكي عن هي التقنيه، تقنيه مسارات الوعي، قد ايه هي مهمه بحياتنا وقد ايه لها تأثير إيجابي، عن كان على نفسيتنا، إن كان على الجسد، وإن كان على أهدافنا ومشاريعنا وشخصيتنا. معلومات كثير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي خبيرة تدريب مهارات حياتية مريم العيسى. يسعد صباحك، كيفك اليوم؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. رح نحكي اليوم عن موضوع جديد هو مسارات الوعي. خلينا نعرف المشاهدين شو هو. هلا هي مجموعة من التقنيات أو الأدوات بنستخدمها نحن عادة لحتى نطور الشخص أو نساعده على يغير حياته. كيف بتبلش؟ بتبلش انه احنا بنعمل جلسه لهذا الشخص. هي الجلسه هي عباره عن نقاط يتم لمسها بالراس، 32 نقطه بالراس، 16 يمين 16 يسار، يتم لمسها بالتقابل. يعني انا بلمس من هون نفس النقاط اللي بلمسها عن طريق شو اللمس بيتم؟ مريم لمس باصابعي، بلمس الشخص براسه، نقاط موجوده بس على الراس، تمام؟ هي النقاط بيتم لمسها اثناء اللمس. هلا راح اقول لكم شغله كثير سهله، بتلاحظوا عند الحلاقين او عند الكوافير بتلاقي الاشخاص بيسترخوا، صحيح، او في اولاد بيناموا، في كبار حتى بيناموا، شو السبب؟ مساج الراس. هذا الموضوع، اللمس بالراس او الحركه بالراس وبالشعر، شو بتعمل؟ تفضي الشحنات الكهربائيه والكهرومغناطيسيه من الدماغ. لما تبلش تفضى شو بصير؟ بصير بتبطئ عمل الدماغ، فبيروح للاسترخاء. فنحن بالمستوى الاول بيسترخي الشخص، بيرتاح على الصعيد الجسدي، بعدين بجسمه كله هو بيستشعر سريان الطاقه، يعني في شيء عم يصير بجسمه بمجرد هذا اللمس. وفي اشخاص كثير طبعا نحن بتنام يعني وبتغرق بالنوم مده الجلسه كلياتها. هي على المستوى السطحي او على المستوى خليني اقول لك البسيط جدا، هو مفكر انه انا هي التقنيه رايح حتى انا ارتاح وفضي راسي من الافكار. فعليا وعمليا هي بتفضي الراس، لانه في كثير ناس نحن عملنا لهم وانا طبعا جربتها، انه انت بتفيقي او بتوصلي لمكان انه انت ما في ولا فكره براسك. حلو، فينا نجربها هلا مريم؟ ولا شيء ابدا بذهنك. فهي انا بالبدايه لما تعلمتها قلت انه في ناس كثير اليوم مستعده تعمل لك اي شيء بالحياه، المهم انه انت بس تريحيها من ضجيج هذا الافكار براسها. فمثل ما اتفقنا هي على المستوى السطحي بس هيك، على المستوى العميق كل فكرة براسنا نحن بتحمل شحنة. انت لما بتفضي الشحنة من الفكرة يعني بتفقدي الفكرة، خليني اقول لك تأثير عليكي. يعني هلا في فكرة يتبعها شعور، هذا اللي بيزعج الناس اساسا، مو الفكرة نفسها. يعني انا بفكر بشيء، هذا الشيء بيؤدي الى خوفي، يعني او انزعاج، فكرة او انزعاج او قلق او توتر، فانا في عندي فكرة ادت الى شعور، تمام؟ هذا الشعور بيروح لما انا بفضي، بلش بفضي الشحنات الكهربائيه. فتقاطعت كل الاشخاص اللي انا بعمل لهم جلسات بتقلي انه مثلا انا بطلت خاف بس ما بعرف ليش، انا صرت نام بعمق، انا صرت بطلت اقلق بس ما بعرف ليش. هلا كلمه ما بعرف ليش، لانه هي عم تتعامل مع اللاوعي مباشره، يعني انت احيانا ما بتعرفي سبب خوفك، بالذات المخاوف العميقه، ما بتعرفي سبب زعلك او كآبتك او قلقك او توترك، ما بتعرفيهم بالعمق. حتى الاطباء النفسيين بتروحي انت بتاخذي انت بتعطي انت وياهم، ما بتعرفي بشكل شخصي انا هذا الشيء ليش مضايقني او ليش مخوفني. نحن عم نحكي عن المخاوف وحتى الادمانات، حتى الاشياء اللي كثير اليوم الناس بتعاني منها. لما بكلمه ما بعرف ليش، مثل ما قلت لك، لانه هي بتتعامل مع نقاط تكوين صارت عنا ونحن صغار او نحن ما لنا واعيين، تكونت عنا فكره خوفتنا، فكرة خلتنا نحن نقلق أو نغضب أو نعصب أو نصير مزاجيين. هاي النقطة اللي تشكلت عنا بهذا اللمس وبهي الجلسات بتروح، فبالشخص بتبلش تتغير شخصيته، بتبلش تتغير عنده نواحي تانية بالحياة، لأنه كل شيء عنا نحن حتى الجسم، نحن في عنا كمان تقنية تانية اسمها عمليات الجسد، بنلمس فيها نقاط على مستوى الجسم مو بس الرأس. هاي النقاط لأنه بيقلك الجسم كمان فيه ذاكرة وإله وعي، فبيؤدي إلى أنه هاي الأحكام والوجهات النظر والصدمات اللي مخزنة بالجسم أو بالرأس بتروح. لهيك ببلش الإنسان شوي شوي يتغير. لهيك بيوصلوا لمكان، إحنا بنعمل لهم 5-6 جلسات أحيانا، فبيوصلوا لمكان أنه الله يخليك أنا بدي جلسة ضرورية. طيب مريم، ايمتى الشخص بيقول انا اليوم بحاجه لهي التقنيه؟ يعني بيكون واصل لمرحله من التشتت، خلينا نقول قلق نومي، افكار،
ايمت اليوم اي حدا ممكن يكون عنده هالحاله ممكن يلجا لكم؟ اي حدا اليوم، يعني شو الاسباب اليوم؟ اي حدا خلي اي شخص اليوم. أنا شوفي لما بتجيني انت بتقولي لي انه انا مثلا انا ماني عرفانه شبني ما في شيء عم يزبط معي، هذا ما في شيء مرتب انا عندي بذهني. انا لما بجي بساعدك على انه انت اول بالبدايه انت قبل ما خليني اقول لك ترتبي لازم تسترخي، لازم يكون في مساحه فاضيه بذهنك لحتى تقدري انت ترتبي ملفاتك، تمام؟ هي شغله. شغله ثانيه اللي عندهم مخاوف، نحن عالجنا اشخاص مثلا او اطفال عندهم مثلا تبول لا ارادي، اشخاص او اطفال عندهم تأتأة كلها. ليش انا شو قلت لك بالبدايه؟ قلت لك لانها بتروح للاسباب العميقه عندك اللي لا انا كخبير مثلا بعرفها ولا انت ممكن تكوني وعيانه لها امتى حصلت او ليش حصلت او شو سببها. فكل الاشخاص اليوم، في شخص اليوم سواء كان صغير او كبير ما عنده ضغط فكري، اكيد ما بيفكر كثير، ما بيقلق، ما بيخاف. فكل الاشخاص اليوم هن متاح لهم ياخذوا، لازم ياخذوا هي الجلسات يتلقوها لانه هي كثير بتساعد. يعني انا مثل ما قلت لك بالبدايه، تخيلي شخص يقول لك انا مستعد مثلا اعمل لك جلسه مدتها 45 دقيقه او ساعه، انت بتقومي بعدها اكثر نشاط واكثر حيويه، اكثر حضور. ليش اكثر حضور؟ لانه غالبا نحن امتى بنتشتت وبنحس انه احنا غايبين ما احنا موجودين؟ غايبين لانه في افكار براسي عم تاخذني للماضي وعم تاخذني لقدام. فانت هن بيعرفوها بالاكسس بارز او هي مسارات الوعي، بيعرفوا الوعي شو، على انه هو وجود كل شيء وحضورك انت وادراكك لكل شيء موجود بالحياه، تمام؟ فبظن انه كل الاشخاص من عمر صفر لعمر صفر ممكن ياخذوا، خصوصا هاي الفتره يمكن اليوم كلنا بحاجه لهي التقنيه. شوفي حتى بعملك، حتى بشغلك، يعني انا قست على نفسي وعلى الاشخاص اللي جربناها معهم، بتقلي انا صرت اكثر. يعني مثلا في طالبه انا كنت اعمل لها هي الجلسات لانه هي عندها خوف من الامتحانات، فوبيا، فصرت اعمل لها هذا الجلسات، عملنا لها هي الجلسات، بعثت لي كلمه انا لهلا ما بنساها، قالت لي انا صرت خاف لاني ما عم خاف، وين راح خوفي؟ ما في خوف يعني. فانه انا عم بدور على هي المشاعر انه وين راحت، يعني بطل عندها خوف. قالت لي الدراسه صارت نفسها، بس انا اكثر تركيز وعلاماتي ارتفعت. فانت بتساعدي كمان الطلاب على انه يكونوا مركزين. بترجعي لنقطه انه تشتت الافكار او كثره الافكار هي اللي بتؤدي بالشخص انه هو ما عم يقدر ينجز، صحيح؟ فانت اليوم بحاجه مثل ما حكي حتى بالعمل، حتى بال شفتي الكاريزما وحضورك وكلامك وقدرتك على التعبير، كل هاي الاشياء بتساعد. عم قلك قومي نعمل تيست على الطلبه عم تقبلي. مره ثانيه بنعملها بشكل عملي ان شاء الله. لما عم نحكي احنا عن مسارات الوعي ولنرجع هيك يعني نفصل للمشاهدين، احنا ببساطه عم نحكي عن تقنيه ممكن نستخدمها، الخبير ممكن يلمس نقاط معينه بالراس وعلى اساسها بيرتاح او بيتغير في شيء بحياته، بحس بنوع من الاسترخاء. طب السؤال هون، اي حدا بيقدر يتعلمها ويطبقها؟ 100%، لانه نحن بنعمل اليوم كورسات نعلم فيها الاشخاص، كورسات بيجي الشخص، هي الكورس ما بيتحمل تقريبا 8 ل 10 ساعات ماكسيموم بياخذ فيه التقنيه. لانه الاكسس بارز هي قسمين، القسم الاول او مسارات الوعي، القسم الاول نظري والقسم الثاني عملي. يعني احنا كل حكينا كان عن القسم العملي اللي هي الجلسه ونتائج الجلسات والى اخره. القسم النظري فيه مجموعه كبيره من الادوات تتخليكي تتعاملي مع الحياه بشكل طاقي. كيف يعني؟ وانت قاعده ممكن هلا بعض الناس تقول لك انه كيف يعني هذا الموضوع بيصير؟ مثل الاشياء اللي هي بحياتنا لا مرئيه بس بتصير، مثل لما انا بقول عن شيء صار صدفه معي، انه انا حكيت كلمه قام زبطت. انت ما حكيتي كلمه قام زبطت، هي بالعمق مو هيك، هي مو بال انا رحت والله مثلا قام تيسرت اموري لانه انا مثلا والله اليوم فقت مرتاح. كل اسباب تؤدي الى بعضها. انا في عندي مجموعه من الادوات بستخدمها وبعلمها للاشخاص كيف نحن ممكن تعرضت لمشكله. يعني انا فيني اسال سؤال بس اسال سؤال للكون، فطريقة استجابة الكون إلي كيف بتكون؟ بتحريك الطاقة، بتغيير مكان مجال المشكلة من مشكلة إلى بعد. يعني نحن لما بصير عندنا مشكلة دائما نقول شو بدنا نحلها؟ شو بدنا نعمل فيها؟ شو بدنا نتصرف فيها؟ بس أنت ضمن نطاق أنا عندي مشكلة وعم حل فيها. نحن بنروح بنساعد الشخص إنه أنت تطلع من نطاق المشكلة وروح ابحث عن الحل بسؤال. شو اللي علي أنا لازم أدركه، استوعبه بهي اللحظة لحتى أنا أغير؟ أو شو هذا اللي عم بيصير؟ شفتي سؤال شو هاد؟ نحن بنقوله بيحدد أكثر. ما هذا؟ شو هذا اللي عم بيصير معي؟ هي واحدة من الأدوات، إنه ما هذا؟ ما الذي يمكنني أن أفعل به؟ شو فيني ساوي فيه؟ أنت يا بيجيكي إدراك، يا بيجيكي وعي، يا بتجيكي إجابة، أنت كيف ممكن تتصرفي؟ لأنه أنت استدعيتي طاقة. يعني أنت شوفي، نحن دائما بنقول للأشخاص الكلمة محسوبة عليك. كيف يعني محسوب عليك؟ طاقيا محسوب عليك، إلى تردد وإلى قوة، إلى تأثير. ليش دينيا وحضاريا بيقول لك رددي مانترا معينة، أو بالتوكيدات الإيجابية بيقول لك رددي شيء معين،
ليه أنت بترددي بعدد معين بطريقة معينة؟ لأنه له تأثير، كل ما زاد عدده كل ما فكل كلمة لها تأثير، أنا لما بحكيها فهي في إلى صدى، رح ترجع ترتد إلي بالطريقة اللي أنا حكيتها. لهيك نحن بنعلم الأشخاص كمان بالأكسس بارز صيغة السؤال. لما أنا بطرح سؤال للكون كيف بدي أطرحه؟ يعني طالما نحن عم نقول لكل سؤال جواب، ورب العالمين بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه، كل شيء أنت بتسأليه في له إجابة، كل شيء. فأنت شو بتسألي؟ غالبا الناس شو بتسأل؟ بتسأل ليش هيك أنا عم بيصير معي؟ ليش حظي هيك؟ ليش ما ليش هيك كلمة ليش؟ أول شيء ليش نحن دائما أنا بكتب لهم إياها على اللوح وبكتب عليها إكس. ليش ما بنسأل؟ ليه؟ لأنه أنت عم تعملي إعادة للأحداث يلي صارت، استدعاء للأحداث اللي صارت لتفرجيكي ليش هيك صار معي. فدائما بتلاقي الناس عم تعيش بتكرار بالتجارب أو بتكرار بالأحداث اللي عم تصير معها، لأنه دائما في سؤال خطأ، أنا عم بسأل عن الأشياء بطريقة خاطئة. فبنعلم الأشخاص كمان كيف نحن منصيغ السؤال بطريقة تكون صح، لحتى نحن نتلقى إجابات ونسعى بالحياة، بس بطريقة فعلا بتكوني أنت عم تشوفي الموضوع من زاوية بفرجيكيها بزاوية مختلفة تماما. خلينا نأخذ مثال مريم، يعني مثال أنا عندي مشكلة اليوم، أو خلينا بالمشكلة، عندي مشكلة تمام، فأنا بدل ما أقول مثلا أقعد هاي المشكلة صارت لأنه أنا عملت هيك، عم حلل المشكلة، أنا بدل ما حلل المشكلة بتفكيري وبظني أنه أنا بعد التحليل رح تطلع معي نتيجة. أينشتاين شو قال؟ قال العقل الذي أوجد لك المشكلة لا يمكن أن يحلها لك، عقلنا أوجد المشكلة ما رح يقدر يحلها بهذا المستوى من الوعي. قال قدامنا حلين، إما أنه بيتغير مستوى وعيك لتقدر تحليها، أو أنك تستشيري عقل آخر. فأنا هون عندي مشكلة، فيني أقول ما الذي علي إدراكه؟ شو يلي أنا لازم استوعبه؟ فيني أقول شغلة أكثر من هيك، أنا فيني أسأل سؤال أقول إنه شو المساهمة من هاي المشكلة؟ نحن ما بنعرف بالحياة إنه بصير عند الأشخاص مشاكل، ممكن يطلعوا منا بمرابح، ممكن يطلعوا منا بصداقات، ممكن يطلعوا منا بشراكات عمل، مشكلة صارت أنا تمشكلت مع حدا أو عملت بعيد الشر حادث. في أشخاص بتلاقي عملوا حادث مشافي ومخافر وقصصير، وفي أشخاص بتلاقيهم صاروا أصدقاء وصارت شراكة بيناتهم وعمل وإلى آخره. طيب شو الفكرة هون؟ ليش في هون الناس لك إيه هي شخصية لا، هو أنا طريقة استراتيجية تفكيري، أنا كيف بفكر وكيف بشوف الموضوع تمام. فأنا لما بسأل كل يوم شو الدعم إلي بهذا اليوم، أنا بستدعي طاقات داعمة إلي، إنه أنا بفرض على هذا اليوم يكون في عندي أشياء وأشخاص مساهمين إلي بالحياة. رح تلاقي الأشخاص نفس الأشخاص اللي أنت بتقابليهم بالحياة بس عم يساهموا لك، عم بيساعدوكي، عم يدلوكي، عم يرشدوكي. فأنت بس عم بتغيري أحياناً بعض الكلمات. طبعاً في شروط للسؤال، نحن هون بنحط شروط ونعلم الأشخاص بدقة كيف. أول شغلة وأهم شغلة بالسؤال إنه نحن ما نجاوب، بمعنى أنا بطرح السؤال، أنا عم بسألك سؤال بمجالك أنت الإعلامي، بقول لك إنه مثلاً كيف أنت ممكن تعملي مثلاً هاي الحلقة تبعيتك اليوم، بيجي بقول لك آه أكيد أنت بتعملي مثلاً أول شيء بتكتبيها أكيد، بعدين تقولي ليش عم تسأليني؟ جاوبي لحالك. جاوبي لحالك. فهو الإجابة نحن عنا بالسؤال ممنوع، أنت تبحثي عن إمكانية جديدة ويعني احتمالات جديدة، بحثك عن الاحتمالات الجديدة بيطلب منك إنك أنت تسألي سؤال بدون ما عقلك يجاوب، خليني أقول لك إياها بين قوسين، بدون ما العقل يجاوب، لأنه العقل بيجاوب بناء على تجربة سابقة، وأنا تجاربي السابقة ماضي. هي واحد. شغلة تانية، ليش عم بسأل؟ لأنه أنا عم ببحث عن احتمال جديد، احتمال جديد عقلي ما بيعرفه، لهيك نحن بنمنعه من الإجابة تماما. إنه أنت بتسأل السؤال بتكرر السؤال وما بتجاوب. نعم. تمام. طيب الشخص بيقدر يطبقه على حاله ولا لا؟ هو بحاجة حدا يطبق له يعني تفعيل مسارات الوعي عنده؟ بيقدر 100%، لكن ما نحن بنقول إنه بتخليكي بتروحي لمكان فيه استرخاء. فأنت بدك تسترخي ولا بدك تركزي؟ وين بدي حط مكان النقطة؟ فكي هذا السؤال يوميا تقريبا بنسأله وبكل كورس بنسأله، أنا فيني أعملها فينا، نعملها لحالنا وبنستفاد منه ونفس نفس الفعالية؟ نفس الفعالية، لكن الأجسام تحب أن تلمس، يعني الجسم بيتلقى أكثر لما بيلمس من جسم آخر. صحيح. بينفتح أكثر، بيتأثر أكثر، فهو بيحب وبيفضل إنه أنا استرخي وأخذ الجلسة من شخص آخر. طيب مريم اشرحي لنا أكثر، شو هي النقاط اللي بيتم لمسها؟ كم عدد النقاط؟ النقاط أنا قلت لك 32 نقطة بالرأس، 16 يمين 16 يسار، مسؤولة عن كل نواحي الحياة. مثلا أنا في عندي نقاط، أول نقطة ببلش فيها بمسك رأس الشخص عندي من وراء الإذن لورا الإذن، هون اسمه حزام القوة. هو المسؤول عن مفهوم القوة عنا بالحياة، نحن كيف بنفهم وبنستوعب القوة تحديدا. وهو بيروح بيفرجيكي انه انت عم تستدعي من برا القوة اللي برا، والقوة هي عندك يا جوا، فبفعل هي القوة عندك.
بنلمس هي النقطة، بنلمس عندنا نقاط المال والتحكم، الإبداع، السيطرة، التواصل، الزمان، هي النقاط اللي هي تقريبا تشمل كل نواحي الحياة. طيب اليوم الشخص وقت اللي بيزوركم كم جلسة بحاجة لإله؟ يعني هلا في كورس يعني كامل أو لا حسب وضعه؟ أنا عم بحكي عن صعيد شخصي، ممكن في ناس بتجي عندك تعمل جلسة وبتروح. أنا على الصعيد الشخصي بعد التجربة وبعد 3 سنين تقريبا بالعمل بهذا المجال، لما بيجي لعندي شخص أنا بلزمه يلتزم معي ب8 جلسات، لأنه بعد 8 جلسات أنا بضمن أنه في شيء حيصير. شو حتضمني مريم اليوم بعد هالجلسة؟ لما بيجيني أشخاص مثل ما حكيتي أنت، بتقولي أنا مثلا شخص عصبي، أنا بخاف، أنا عندي مشاعر ضحية، أنا توتر، أنا بضمن أنه حيلمس فورا أشياء أنه أنا لا ما عاد حسيت بهي المشاعر، نسيتها يعني، عرفتي؟ بعد هيك هو بيصير بيطلب منك، لأنه هو بيلمس أشياء ما في مدرسة علمته إياها، ما في حدا عطايا، فهو عم بلبش يعني. أنا عم قلك أشياء ممكن تتغير عندك بالحياة، فأنت فورا تقولي لي خلص أنا جاهزة مستعدة للتجربة. أشياء بسيطة مريم، يعني أنت عم تحكي عن مشاعر معقدة الإنسان بيحسها وبيعاني منها لسنوات كثيرة، وأنا حلا سحري مثل ما عم تقولي. أنا شوفي الكلمة اليوم سحري هي اللي عم تعقد القصص، مو سحري، ما فيش سحري، إنما نحن عنا أدوات. أنت عم تقولي من جلسة ممكن يختفي هذا الإحساس، هي أنا عم قلك نحن عنا أدوات الله عطانا إياها، بس ما بنعرف إنها موجودة. طب عرفنا انها موجوده، ليش ما بنسمح انها تكون؟ ليه نبحث دائما عن التعقيد؟ ليش بنقول دائما لازم الامور تكون صعبه؟ كثير سهله القصه. انا عم اقول لك تجارب يعني نحن جربناها، وهي المدرسه ب 178 دوله بالعالم عم تدرس وتمارس. ومن كم يوم نزلت عندي على الصفحه انه في مدرسه ببريطانيا بعتقد نزلت حصه اكسس بارز للطلاب بشكل اسبوعي لطلابهم يقدموا لهم هي الجلسات. فيعني دائما نبحث عن التعقيد، لكن هي الحياه كثير بسيطه. نحن بنروح بنآمن بالجدات، بلمسه الجده انه هي ممكن تحط ايد علينا، فهي ممكن تريحنا، وبنعرف هي القصص نحن انه نحن احيانا في لمسات بايدنا، في لمسات ايدك قادره على انه تشفي الاخر وتساعده، لكن ما بنعرف انه نحن قادرين. هي بس عدم معرفتنا. طب بس خلينا بالوقت المتبقي يا مريم نقدم نصائح لك للناس بما يخص كيف ممكن انهم يفعلوا مسارات الوعي عندهم، او اي نصيحه بتحبي تقدميها؟ انا يعني عندي دعوه للاشخاص انه وين في كثير اليوم صار عندنا مدربين وممارسين للتقنيه. هلا مدرب يعني هو بيعلمك التقنيه، والممارس هو بيعمل لك الجلسه. هذا الفرق بيناتهم. فيروحوا يبحثوا مثل ما قلت لك، يبحثوا بدون تعقيد، يبحثوا عن ادوات سهله بسيطه وممكن تساعدهم. لما قلتي انت حل سحري هو فعلا، ومشاعر معقده فعلا، لانه قلت لك بالبدايه، شرحت لك بالبدايه، هي بتروح بتتعامل مع اللاوعي. تعاملت مع اللاوعي يعني انا اشياء ماني وعيانت ولا بعرف انها موجوده اساسا عندي. يعني تجيني ستات احيانا بتعاني من مشكله مثلا انه انا بدي اتزوج ماني قدران اتزوج، ما بتعرف انه في عندها نقاط تدمير موجوده عندها عن هذا المفهوم. بمجرد ما نحن تعاملنا مع هذا النقطه وقمناها بتلاقي الامور افضل بكثير. فاوكي نبحث عن هذا الموضوع اكثر ونسعى اذا في حوالينا ممارسين. اليوم نحن بحاجه له، لا حتى لو أنا ما في حالة انا رح اعمل لك جلسه. أنا على حديث مريم هيك حسيت اني استرخيت على الاخر. لا عن جد مريم انه قديه كمان نحن اليوم بحاجه نساوي حتى لو ما في كل هدول الاسباب، صح؟ 100%. حتى لو حس اي بني اليوم ما في حدا سوي صحيا. في نقطه، انا اسفه، في نقطه كثير مهمه ما ذكرتها، الاشخاص اللي بيعانوا من الارق. يعني في وحده بعثت لي قالت لي زوجها شو قال شو انت يا اخذه منوم، يعني صارت تنام نوم خليكي بعد هواء وسدك. شكرا مريم.